بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقد من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لآمنا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لازلنا نقرأ من بيان أقسام أبي العجب وتفصيل علاجه، وذلك من كتاب ذم الكبر من إحياء علوم الدين الإمام الغزالي رحمه الله، ونفعنا بعلوم في الدارين آمين آمين آمين. وقد ذكر الإمام الغزالي أن ما به العجب ينقسم إلى 8 أقسام. الأول فقط هكذا ملاحظة بسيطة حتى نربط كلام بعض بعض، رؤوس أقلام. السبب الأول أن يعجب ببدنه في جماله وهيئته وصحته وقوته وتناسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته كذا، فيعجب بذلك فيتكبر. والثاني القوة والبطش، والثالث العجب العقلي والكياسة والتفطن لدقائق أمور، يعني إنسان يعطيه الله عز وجل من الفهم فيعجب بنفسه بسبب هذا. والرابع العجب النسب الشريف، وقد وصلنا إلى الخامس وأتممناه، وهو العجب نسب السلاطين الظلمة وأعوانهم دون نسب الدين والعلم. والآن إلى السادس، إن شاء الله نتم اليوم السادس والسابع والثامن، ربي يسر. قال السادس العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان والعشير والأقارب والأنصار والأتباع، عزوة كما قال الله تعالى إخبارا عن الكفار، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا في قصة سورة الكهف. صاحب البستان الأول قال أنا أكثر منك مالا وولدا، عجبت الحكاية، عجبت إيش الحكاية، وأكثر وأعز نفرة، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة. وكما قال المؤمنون يوم حنين نغلب اليوم من قلة. وعلاجه ما ذكرناه في الكبر، هو أن يتفكر في ضعفه وضعفهم، وأن كلهم عبيد عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم كيف يعجب بهم وأنهم سيفترقون عنه إذا مات، فيدفن في قبره ذليلا مهينا وحده، لا يرافقه ولد ولا أهل ولا قريب ولا حميم ولا عشير، فيسلمونه إلى البلا والحيات والعقارب والديدان، ولا يغنون عنه شيئا وهو في أحوج أوقاته إليهم، وكذلك يهربون منه يوم القيامة. غب عن صحبك وكذا، بعد فترة يعني ممكن ابن حلال يسأل عنك كذا إلى آخر. ثم إلى نسيان غالبية الناس، إلى نسيان. بالك هؤلاء 8 مليارات 8 بلايين إنسان الموجود، حدث عن الموجودين الآن على وجه البسيطة، بعد 100 عام إلا قليلا والله أعلم يموتون. وهذا الخبر الأساس الذي لا تتحدث عنه الصحافة. نعم هو خبر غرق حوالي 80 واحد من قارب، وقالوا هنالك مئات الأشخاص الذين لا يعرفون مصيرهم. شو يعني كزدروا؟ وين راح؟ مقبرة البحر الأبيض المتوسط. من قبل الذي أوجد الظروف من الأساس الدنيا، الاستعمار خلق أوضاع مزرية ونهب خيرات البلاد في الجنوب، ثم هنالك من الحكام من لم يصلح فرادوا الذهاب إلى إيش؟ يعني أوروبا تدفع ثمن ما أساءت في إفريقيا وفي غيرها، هذه الهجرات.
فخبر موت 80 ينشر وحق، لكن خبر موت 8 مليارات خلال 100 سنة لا يذكر الإنسان بذاك السؤال: لما وجدت؟ ماذا فعلت؟ إلى أين أنت ذاهب؟ وكذلك يهربون منه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فأي خير في من يفارقك في أشد أحوالك ويهرب منك؟ وحتى التقي الورع، يعني هب أنك بقيت ساعة عند المتوفى وبعد ذلك، ألا ترى أن الناس بيقولوا لجميع اللي احنا في بلادنا صارت هيك، جميع اللي على المقبرة في الجنازة بيقولوا بتفضلوا على الغداء، تفضل على ايش؟ على الغداء عند دار فلان، عند دار ايش؟ فلان، وفي ديوان آل فلان، فطور غدا عشاء، ويصنعوا لأهل جعفر طعام، مش يصنعوا لأهل البلد. على كل حال، ثم تصير مثل الرحلة وشمة الهواء، غدا وكلام وشمة هواء، صح إنها مش شمة هواء لكن شمة هواء. وتعجبت لمن دفن أخاه ثم يلقي النكات، يعني يضحك الناس في العزاء. طب أنت دفنت أخاك قبل قليل، إيه؟ فأي خير في من يفارقك في أشد أحوالك ويهرب منك؟ وكيف تعجب به ولا ينفعك في القبر والقيامة وعلى الصراط إلا عملك وفضل الله تعالى؟ إذا توقعاتك صفر من الناس هذا أسلم شيء، لا تعتب على إيه؟ على أحد. السقف يصل عند صفر، توقعاتك صفر، فلا تعتب ولا تأسى ولا تحزن ولا أول على آخر. ستقف منفردا فردا، وقد رؤي رجل غني جلس بجنبه فقير فانقبض عنه وجمع ثيابه، كأنه بده يعديه، كأنه ايش؟ بده يعديه. فقيل له: خشيت أن يعدو إليك فقره. فيروس هو ولا بكتيريا؟ فيروس الفقر. جمع ثيابه، يعني ايش؟ الطبش فيه. وعلاجه نعم، قال: وكيف تعجو به ولا ينفعك في القبر والقيام على الصلاة إلا عملك وفضل الله تعالى؟ وكيف تتكل؟ فكيف تتكل على من لا ينفعك وتنسى نعم من يملك ضرك ونفعك وموتك وحياتك؟ قال: السبب السابع العجب بالمال، كما قال الله تعالى إخبار عن صاحب الجنتين إذ قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. نعم، ثم الولد في جواب الثاني صاحب البستان الثاني الجنة الثانية: ثم هذا الذي جلس بجانبه الفقير فجمع ثيابه وانقبض عنه، فقيل له: خشيت أن يعدو إليك فقره. وعلاجه، علاج هذا العجب بالمال، أن تفكر في آفات المال وكثرة حقوقه وعظم غوائله. يعني مرات الأولاد، الله أعلم مرات ولا أكثر من ذلك، مرات الأولاد قد يتفكرون، قد يظنون، أو قد وعلى وجه الحقيقة بصورة أو بأخرى
أن العائق بينه وبين مال أبيهم إذا كان شوية إيش يعني لا شد يده يعني قطر يعني بخل على أولاده كذا، فيرون موته هو الباب الذي يدخلون منه إلى المال، فلعلهم يستعجلون أو لا يدعون له بالطول العمر، وإذا دعوا فيكون كذبا. الله يطول عمركم وكظم إيش يا مسهل. وينظر إلى فضيلة الفقراء وسبقهم إلى الجنة في القيامة، يعني ذكرنا من قبل. وإلى أن المال غاد ورايح، يعني لا أصله ولا أصل له. وإلى أن في اليهود من يزيد عليه في المال ذكره من قبل، وفي المسلمين من يزيد على هؤلاء وهؤلاء. اليوم هنالك في مليونير وفي بليونير وفي تريليونير، هنالك ناس مصدر شر للعالم. ما هي القضية، المشكلة ليست عمر عبد الله 130,000 دولار في السنة داخلين يا سيد العزيز. هي القضية الأساسية ليست وجود المال، المشكلة ليست وجود المال، لأن ممكن إنسان يعدم لديه المال ولا يعدم لديه الشر. ممكن إيش ممكن؟ النعمة المال الصالح للعبد الصالح. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قالوا أن حينما توفي عن كذا وكذا وكذا، واضح؟ أن يكون من حلال واصرف في حلال تؤدي ما الحق اللي عليه. ويا حبذا يا حبذا أن يصرف المال شخص واحد من هذا الملياردير، يمكن أن يرفع مستوى التعليم في العالم الإسلامي كله، جامعات ومدارس وعيادات ومستشفيات ومراكز بحث علمي، شخص واحد. يبيعوا خليل 80 دولار، لما يسرقوا 75 ويعطونا 5 دولار للمسلمين، ياخذوا يسرقوا 75 ويعطونا 5 دولار بلاد المسلمين. يا سيد العزيز، الله عز وجل وضع في الارض ارزاقا للجميع، المشكله هي في سوء، في ظلم، في هنالك ظلم في التوزيع. يعني لا يصح نحن نتحدث عن اشتراكية عن شيوعية، لكن لا يصح أن تدعي أنك تقول لي أنك أخي وقول أنت أخي وأنت أخي وهكذا، وكون معدل دخل الفرد في بعض الدول أعلى دخل في الكرة الأرضية وبجانبهم أدنى دخل في الكرة الأرضية أو من أدنى المدخولات دخل الفرد، هذا لا يصح. هذا إيش؟ لا يصح. بدل من استثمار الأموال في مراكز تسوق ومتاحف وعمارات وكذا في الغرب، لا، استثمر في الدول الجوار، تكون رافعة. والقضية ليست اقتصادية محض، ولكن البعد الاقتصادي أيضا مهم جدا في قضية الأمن والسلم المجتمعي. والله يا دكتور، إنه بسرقوا الأموال بروحوا بحطوهم في سويسرا، في سويسرا ما بيسترجعوا يطلبوهم لأن المال حرام. نعم، انت سارك هذول الأموال، في عندك البدان. وفي حديث متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في حلة له قد أعجبته نفسه إذ أمر الله الأرض فأخذت ابتلعت، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ابتلعته الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أشار به لعقوبة إعجابه بماله وبنفسه. المشكلة ليست في المال، المشكلة في الإعجاب، المشكلة في التكبر، المشكلة في الظلم، المشكلة استخدم هذا المال في الاعتداء على الآخرين. كل المطلوب أن يكون هنالك سلم في الكرة الأرضية، أمس على وجه الحقيقة
أمس أو الأمس كان هنالك دعوة لقضية السلم في الكرة الأرضية. آمين، فليكن هنالك سلم في الكرة الأرضية، نوفر كل هذه الأموال لتصرف على الأسلحة، ولتذهب صناعات الأسلحة إلى التقاعد. مناش يقول كلمة ثانية، احنا بنقول آمين آمين، فليكن هنالك إيش؟ قال عدلت فأمنت فنمت. اليوم بدهم يختصروها بدون عدل، بدهم أمان بدون عدل، ولا يصح. اعدل فيكون هنالك أمن، اعدل فيكون هنالك إيش؟ أمن. هذا مش تكبر في أباك، ذاك اللي في المعارك حينما كانت المعارك وجها لوجه، وكان يلتقي الإنسان ويعني ينظر في عيني عدوه يراه، فإذا تبختر قالوا عن بعض الجيوش العثمانية كان عندهم قطرة، كان عندهم قطرة توضع في العين قبل المعركة بالضبط، فتحمر العين، تكاد العين تتفجر يعني من فيظهر بمظهر الغضب الشديد حتى يدخل إيش؟ الخوف في قلوب العدو. ولكن اليوم على الأزرار من بعيد، كان بالأمس جندي روسي موجود على CNN تصوير، جندي روسي لحقته الطنان الزنان الدرون الأوكراني طبعا، فيسقط عليه القنابل ويهرب منها، ثم أشر لهم، عارف إنها عارف من وين جاية، أشر وفيها كاميرا، أشر لهم استسلمت خلاص ما في داعي تقتلوني، ونزل درون وحطوا فيه رسالة، وصلوا له كيف يمشي باتجاه المعسكر الأوكراني يمشي إيش يسلم حاله من بعيد على الكاميرا، بطل فيها إيش، لا بتشوفني ولا بشوفك. عجيب عجيب. وقال أبو ذر، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي بألفاظ متقاربة عند رواه الإمام أحمد، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فقال لي يا أبا ذر ارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا رجل عليه ثياب جياد، ثم قال ارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا رجل عليه خلقان، فقال يا أبا ذر هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا، وقد لا يصح. المشكلة ليست في اللباس هكذا، يعني بالأول قال أعجب بنفسه أعجب بماله، واضح؟ وجميع ما ذكرناه في كتاب الزهد وكتاب ذم الدنيا وكتاب ذم المال يبين حقارة الأغنياء وشرف الفقراء عند الله تعالى، فكيف يتصور المؤمن أن يعجب بثروته؟ بل لا يخلو المؤمن عن الخوف من تقصيره في القيام بحقوق المال في أخذه من حله ووضعه في حقه، ومن لا يفعل ذلك فمصير الخزي والبوار، فكيف يعجب بماله؟ الثامن، وهو السبب الثامن وهو السبب الأخير، قال العجب بالرأي الخطأ، العجب بالرأي الخطأ. قال الله تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقال تعالى هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك يغلب على آخر هذه الأمة، ولفظه إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه عليك بخاصة نفسك، والله سبحانه وتعالى وعلم. وبذلك هلكت الأمم السالفة إذا افترقت فرقا، فكل معجب برأيه، فكل معجب برأيه، وكل حزب بما لديهم فرحون. يعني لا يصح نضرب مثال أو اثنين، لو قلنا علم نفس، وقد نتحدث عن علم اجتماع، وقد نتحدث عن نظريات في الاقتصاد، وقد نتحدث عن أشياء كثيرة،
وحتى في التفسير، في التفسير مثلا قال بعض العلماء في معنى قطر آتوني يفرغ عليه قطرة، قال بعض العلماء هو النحاس، وقال بعض العلماء هو الرصاص، وقال بعض المعاصرين الذين يتحدثون عن التفسير العلمي قالوا هو الكربون، لأن الكربون مع الحديد يساوي الستينلس ستيل. هكذا لا يمكن أن يكون معنى القطر الرصاص والنحاس والكربون، ولكن في فسحة، يعني لا يوجد ما يحاسب عليه المرء إذا ما تبنى رأيا من هذه الآراء الثلاثة. في علم النفس اختلف العلماء في أسباب الأمراض النفسية، نظريات علم النفس في الشخصية، ولا يمكن أن تكون جميع هذه النظريات صحيحة. في السياسة حدث ولا حرج، أصلا المحلل السياسي، محلل سياسي يعملون معه مقابلة فيقول هنالك سيناريو أول، وممكن تكون المسألة كذا، وممكن أن تكون كذا، وممكن أن تكون إيش كذا، يعني حتى ناس يعني بعض. وفي الاقتصاد هنالك نظريات، الرؤية الكلية للإنسان والكون الحياة هنالك نظريات. إذا ما سمعت رأيا أو حقيقة وأنك في قرارة نفسك كنت على باطل على خطأ فاعترف، لا تعجب برأيك، لا تعجب برأيك. وعلاج وأتم، وقاله جميع أهل البدع والضلال إنما أصروا عليه لعجبهم بآرائهم، والعجب بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه الهوى والشهوة مع ظن كونه حقا. وعلاج هذا العجب أشد من علاج غيره، لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل بخطئه، ولو عرفه لتركه، ولا يعالج الداء الذي لا يعرف، والجهل داء لا يعرف، فتعسر مداواته جدا، إلا أن العارف يقدر على أن يبين الجاهل جهله ويزيله عنه، إلا إذا كان معجبا برأيه وجهله، فإنه لا يصغي إلى العارف ويتهمه، فقد سلط الله تعالى عليه بلية تهلكه وهو يظنها نعمة، فكيف يمكن علاجه؟ وكيف يطلب الهرب مما هو سبب سعادته في اعتقاده؟ في اعتقاده. تنصح، وإذا كان جاهلا معتدا برأيه وهو على خطأ كيف سيستمع إليك؟ لا يحترم أصحاب الاختصاص فكيف سيستمع؟ لا يقبل من طبيب ولا من مهندس ولا من عالم على وجه حقيقة، عالم دين رباني لا يقبل. يفتي في الطب، قال لي أستاذي، يعني الحكاية لها أكثر من 40 سنة، قال متحدثا عن أهل فلسطين، اللهم اغفر لأهل فلسطين ولأم السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واهدي جميع خلقك أجمعين، قال الفلسطيني إن تحدثت في الطب يفتيك، الفلسطيني يعني العادي عامة الناس، قال تحدثت في الطب يفتيك، وتحدثت في النجارة خشب يفتيك، يعني الفلسطيني الله يجزيه الخير ماله كشكول، عالم في كل شيء ما بتخلصش، مدام انه عالم في كل شيء انت تفتح موضوع في جلسة من الجلسات، وسيكون عدد الآراء عندنا بعدد الجلساء. قال اليهود عن أنفسهم، حفظت هذا عنهم، قالوا إذا كان هنالك رجلان يعني من اليهود ف
فسيخرجان بثلاثة آراء. إذا كان هنالك رجلان واحتدم النقاش بينهما فسيخرجان إيش؟ فسيخرج بثلاثة آراء. وبعدين المعنى لعدم الاتفاق، هي القضية عدم إيش؟ عدم الاتفاق وعدم الإقرار وعدم القبول. هي بسيطة الحكاية. في الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. إن قيل لك افعل هاي قرآن وهي فافعل، وإن قيل لك لا تفعل لا تفعل. يعني اليوم الذين يقومون بشرعنة يعني إضافة المشروعية على أفعال الشذوذ وتقنين الزواج بينهم الشاذين، قيل له لا تفعل، قيل له استمع لعقوبة إيش؟ قوم لوط. في هنالك شخص لا نذكر اسمه، لا أذكر اسمه، وكتب بالإنجليزية مقالا في نيويورك تايمز بالزمانات قبل سنوات. عجيب أمر هذا الشخص. حصل لي مرة واحدة فقط معه مناقشة على الإنترنت، عرفت أن الرجل إيش؟ ليس طالب حق، فتوقفت انتهى. قال عن قضية عقوبة قوم لوط، قال تلك عقوبة ربانية ولا يوجد عقوبة دنيوية. شو معنى الكلام؟ يعني لا، هو قصده أنه يفعلوا، قصده إيش؟ فليفعل هؤلاء. اليوم في الغرب صار الواحد فيهم من المسلمين يستحي أن يكون لديه موقف فيما يتعلق بالقضية هاي وغيرها من القضايا، هذه القضية وغيرها من القضايا استحيا، أو بده يكون مقبول عند الناس إلى آخره. يعني امرأة فاضل محجبة ألقت كلمة تخرج في كلية في أمام طالبات تمريض في نيويورك، هذا ضاربك عيدك تتحدثي عن حقوق المثليين كما يقال الشاذين اللواطيين والسحاقية، هذا ضاربك عيدك. تتحدث عن حقوق الأقليات مثل السود مثلا. الله أكبر، الله أكبر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.